ابي برسب كيساسيتي سي مارن شبه مودن تدفن بريفر بسناني بنايتي فنوت في ودن بن شوي سو بن نوتو بن سوتيري سو اوز بخري سو جيفر اسكيب بزينغو افر فوي سنير نفاري هير نفشب تنير وفتي اسو هيرون افتي تنفنتن شرياتو آين اونو ساين سوبون مارنتي هو ارف بوسنتي فاري هيرون خين باين سمو فايم نوتيرون تبنون خين هنوين انجبيبان توكراتو ربشوي سيبن نوتي بروسي بكساسي تي ابني بشوي سيبنوتي بندو كرا تور افيوتم بن شوي سوبنوتو بن سوتيريسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا ليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة أطلبوا لك يرحمنا الله ويتراحم علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وتلبيات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكلنا أيام حياتنا بكل سلام إن مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات عادوا Thank you.
Prosapke sasite irini posi. أيضا فلنسأل الله الآب ضابط الكل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب مرضى شعبك. اطلبوا عن ابانا وخطنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع، لكي المسيح الهنا ينعم علينا وعليهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا خطايانا. تعهد بالمراحم والرافات اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض، قاضت رود والذين ابطأوا مطروحين في الامراض يا رب اقمهم وعزيهم، والمعذبين من الارواح النجسة يا رب اعتقهم جميعه، قم وارحمهم الذين في المطابق أو السجون أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة، يا رب اعتقهم جميعه، قم وارحمهم، لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين، رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب من الذين هم في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها رب رحمة، أعطيها نعمة، أعطيها معونة، أعطيها برود، أعطيها خلاصا، أعطيها غفرا لخطاياها وآثامها، ونحن أيضا يا رب أمرض نفوسنا اشفيها، والتي الأجسدنا رب عافيها، أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل ذي جسد، تعهدنا بخلاصك. أيضا فلنسأل الله الآب ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب صعائد وقرابين وشكر الذين يقربون كرامة ومجدا أن لاسمك القدوس. اطلبوا عن المهتمين بالصعائد والقرابين والبكور والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة وأواني المذبح، لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا. اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي، رائحة بخور تدخل إلى عظماتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، وكما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة، هكذا أيضا يا رب نزور عبيدك، اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل، الخفيات والظاهرات، الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم،
والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عوض الفانيات السمائيات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمانيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض أذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك نسبحك بيكك نخدمك نسكت لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك لك عزم مجدك أي الرب ملك السماوات الله الآب ضابط الكل والرب لابن واحد وحيد يسوع المسيح والروح القدس أي الرب لله حمل الله ابن الآب خطية العالم ارحمنا يا حامل خطية العالم اقبل كل خطية أي الجالس عن يمين أبي حمرا أنت واحد قدوس أنت واحد العلي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله للأبدين أبارك كل يوم سفر قدوس منذ الليل راح تبكي ليك يا إلهي لأن أوامرك هي نور عطف وتعطف وطيقة لأن سيد الأمعين بكيني أقصى صوتي بالغداة أقفى ما تراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حال الذي لا يموت على الزبرة عزاء الحمد قدوس الله قدوس قوي قدوس حال الذي لا يموت على الزبرة بعنا الحمد قدوس الله قدوس قوي قدوس حال الذي لا يموت على الزبرة بعنا الحمد قدوس الله قدوس قوي قدوس حال الذي المجد والآب والابن والروح القدس الآب والأنت أدرامين أي أسر قدوس حمنا أي أسر قدوس حمنا أي أسر قدوس حمنا يا رب اخلق تانا يا رب اخلق سامنا يا رب اخلق جلالنا يا رب تغمد شعبك اشفي من أكليس مقدوس أبانا قد نزينا اختي أبنا حوتهم يا من هو برغد أبهمنا يا الذي برغد أبهمنا وأخبر تبطى إليك لأنك المجد والعز تقديسا من سألت يا رب أحمي يا رب أحمي يا رب أحمي يا Ich bin ein Schiang,
كيلوس يرتر إرهم رسيب أمسون في بلتوكا تأشم سم السريون تيب ميخائيل بابي هويت غمعيل بمحاس الغاف رفائيل بابي ماشون تكتطي بوس انتترياس سوري صداكي سراسين ملاني نيني سيني فرني سو أبريا توفهم مفاري يقوم بسون يشيرو بمني سيرا في بني إسرونس نتشوي سنقوم نفتم زنون أسو ما توسد فايخة بحر ما إنسيهوس يقدم تؤمن برس بيتير وفقيتي سينتيني شربي ميسي فوسي روفي قنهم تصمون إفوسي بوري بقوين مود هاقيوس أوسيوس نيتشوني مطلتشو هاقيوس يشيروس نيتام كتشوش من طنه قدوس الذي لا يموت بارك في رأسك والتك رحمتك وسلام حسن شعبك قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان مجدك وكرامتك أفشان قدس بي هللويا شان في وإما وجه هاقيوس أمين هللويا بيوفا بنوتي بي البس لفينا ليه كن سراتي أنا جيلي كن مني طاما لبراني ونفكاد إنو في ناني فو باكوز بي أبصر وصوه بي فانجيلي سيد بي ميسي خاني إمكا بنتي بمون كن سنوتي أتيت وأنرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدوس وأخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وأقامتنا قمت الحياة الذي نزل من السماء تباركت بك كل قبائل الأرض وأقوالك بلغت إلى أقطار المسكونة شرنك وواتر وشر بي إفانجيلسي شر بي أبو صور صابا مركوس بسيوري موت ويمي بشوي سريع بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضاب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب قبل كل الدهون نؤمن نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجور الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نازل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن ماء وعطاء وتأنس وصرب عن العهد بلاص البنت تعلم وخبر قام بين يومات اليوم السادس من الكتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وايضا ياتي في مجدين يدين الحياه والاموات التي لا يمكن قال نعم نوم بالروح القدس الرب المحن بس بالاب نسكت من كده مع الاب وريبنا الناس بالانبياء بكنيسه واحده مقدسه جامعه اسريه ونعتاب في معاديه واحده في خطايا دين قوش بول قارتي تيانا ساسي سنتيني ريب موتن بيون خنت بيون ديوامي نوتي نايرون شنيت خارون آمين واسمعنا آمين
باركنا واحفظنا واعنا. وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصي واغفر لنا خطايانا. Επί προσευχή στασίτε. Ερενή βάση. Το πνεύμα τη σου. Μάστερ Λόρ Ιησούς Χριστ αβάρ. Γόντος ετών σέντρο δισαβέν όλοι απόσορ. Many prophets have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed your eyes for they see and your ears for they hear. May we be worthy to hear and to act according to the Holy Gospel through the prayer. Ars of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord have mercy. Kora aydan yesyedna. كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجائنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا Είτε με τα φόβο Θεό, ακούσαμε το Άγιο Ευαγγέλιο. Σμαράω την ζεύη, στην ουχανή βράνη, ποιο είναι τένι γομ, Κύριε Φρόσινο του Πάτα Μαρκών, Αγίου Ευαγγέλιο, το ανάνο εσμάδ.
قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. يسوع بن ناتو بن سوتير بن أوروتيرين إيسوس بيرسوس إبشيري مفنوتي أتون خبية ونفشعين بيوفا بن نوتي بي نفساتي كيري من مزامير تلاتيل أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا آمين. كنت أذكرك على فراشي وفي وقت الأسحار كنت أرتل لك شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. هللويا مبارك لأتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وعند فجر الأحد أول الأسبوع أتينا إلى القبر إذ طلعت الشمس، وكنا يقولن لبعضهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر. فلما رفعنا عيونهن رأينا أن الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا على اليمين لابسا حلة بيضاء، فخفنا وأما هو فقال لهن لا تخفنا أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب. قد قام، ليس هو ها هنا، هذا هو الموضع الذي وضعوه فيه، لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس أنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا وهربنا من القبر لأن الرعد والدهشة أخذتهن، ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. يا أبانا الذي في السماوات تسكيف الله سيمون توكري وكليناتي روس همين ثيوم تفوفو أمين إيريني باسي. أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الآلام المقدسة، الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، ومن أمسكتموه عليهم أمسكت. فأنت ربنا أنعمت الذين في الكهنوت في كنيسك المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا على الأرض وأن يربطوا ويحلوا كل ربطات الظلم.
نسأل نطلب يا محب البشر أن عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء المنحين برؤوسهم وجهك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا كنا قد فعلنا شيئا بعلمنا وبغير علم أو بالفعل أو بالقول أو بجزع القلب أنت كصالح محب البشر اللهم انعم لنا بغفران خطايانا باركنا حاللنا طهرنا املأنا من خوفك قومنا إرادتك المقدسة لك المجد والإكرام والعز والسجود الآن وكل أوان وضعت كل آمين. يا ملك السلام عطينا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا جسوك تتيجو من نبيون بسمونا بي آماي شايني أمين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم
التراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا أمين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم الرب إله يعقوب، يرسل لك الرب عونا من قصير. واحد يوزع مزامير يا شباب. ثالثة وسادة. سمع الرب فرحنا، الرب صرع لعونكم. يا جميع الأمم سقفوا بأيديكم، سعد الله تعالى بالسلام على كل شيء منكم. الرب هو ملك الأرض كلها. الله جلس على كرسي المقدس، أنا سعي شعب التمام عليكم. اللهم الاسم خلص لي. أبو خدم حكم استنى ونسلم في عفنك. أن الغرباء قد قام علي ولا قوة إلا بنفسه. هو ذا الله عوني والرب ناصر، نفسي يرد الشرور على هو. رضيت يا رب عليك السكن فعون العلي سهل إلى سنة كل رب عوطة ناصر ومدد عشان نخاف في الله يا سنة اسكت هنا صار القدوف عن أميرك رباته. الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس القوة المنطق بها، وثبت المسكون في لن تتزعزع، رفعت الأنهار ترفع الأنهار صوتها، عجيبة هي أهوال البحر، شهادات وصالحة جدا لك. زكساس يوم المنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير وتلمذ الطاهر بركات على جميعنا آمين. متى جاء الروح القدس المعزي الذي سيصر الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقية وأبي الكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، إثبتوا فيا وأنا أيضا فيكم. المجد لله دائماً أبدياً أمين. تنوش مكبر أسوس مكوتنا أسوس مبنو ما أسوس جيك كسوت يمون أينان. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزعوا منا أيها الصالح، لكن جددوا في أعشان قلبا نقيا نخلق فيها يا الله، وروحا مستقيما جدد في أعشاي. لا تطرحني من قدام وجهك، روح قدوس لا تنزعوا مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا، لا تنزع منا أيها الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشانا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، يا القادر على كل شيء، لأنك أنت وضيع نفوسنا، من يضيل كل إنسان آتي للعالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقيقية الحملة عنقود الحياة، نسألك أيها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما،
يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا. والملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومواطن الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس وسبق القيام في السماء، يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. قدوس الله قدوس القدس خادمة قدوس القدس خادمة. ربنا الذي في السماوات قدس اسمك يا ايها المقدس. السلام لك يا سارق المضرب الحيوان الدم سارق زقصاص يوسوسون قدوس 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 فصل مقدس بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا آمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس يتقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. والمجد لآدم يكما قال الله سلام تنوش مورسوس من رأسوس مصواب جافتون ككسوتي منينان. Sins, I Christ, O God, and save us. I cried to God, and the Lord heard me. God, hear my prayer, and do not refuse my petition. Be attentive to me, and hear me in the evening, in the morning, and at midday. I say my words, and He hears my voice, and delivers my soul in peace. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحيية وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكر أحكامك السماوية كرأفتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معزلة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة العذراء، لأن كثيرة يا شفاعاتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطائرة لا ترفضي الخطى من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحوم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا سريعا. فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. آمين.
وتخلصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نسجد للشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائت المسيح إلهنا. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود للآب قبل كل الدهور، نؤمن نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لها في جوهر الذي كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس المايم رعزاء وتأنس وصرب عن العاطف راس بنتي تألم وقبر أقام بين أموات في يوم السادس كما كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأجل أن يأتي في مجدي ليأتينا الحياة والأموات التي ليس يمكن إقضاءها. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحبس في الآب نسكت مجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة عصرية ونعتاب في موتها واحد مغفرة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الضالات آمين. يا حامل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين. Yeah.
القدوس قدوس رب السماوات والسماء والأرض مرتين المجد والكرم ارحمنا يا الله الآب ضابط كل أيها السلس قدوس ارحمنا أيها رب الأخوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في جدال دفقات سواك هل وقف أصبح لنا الله عن سيئاتنا أسنعناها برداتنا أسنعها بغير رداتنا أدفعنا بمعرفة أدفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب كلام لجسم قدوس أستوى علينا كأحمدك ورسك خاطرنا يا بين السماء تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن من شهدك كما السماء كذلك على الأرض كفنا كفانا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وأنت للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجرنا من الشرير بالمسيح صابر لك ملك وقوة المجد إلى أبد الأبدين مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسمية آمين أذكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي صلوا من أجل هذه الخرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم Smara utin jef nutin fiot pipan to kratul. Spirit. Amen. Blessed be the Lord God forever. Amen. Praise the Lord, all you Gentiles, Lord, and all you peoples, for his mercy has been strengthened toward us, and the truth of the Lord abides forever. Amen. Alleluia. Amen.
Ashley Flogison. Ebi Prosefke Stasit. Ereneba Asi. شبه مدد فين بريفر بسناني فنائتي فنوتي فيودين بن شويس هو بن نوتا بن سوتي ريسوس بخريستوس جيفر اسكب مزينة قم افر ويسنير افاري هير افشب تنير افتي اسوير افتي تنبن تنشير يطام آيين أونوساي إن سوف أون مارنتي وإرف بوسنت واري هيرون خيم باي سوا فايم ناتيرون تبن أون خين هن بين جبيبان تكراتو ربشاي سيبن نوتي روسفكس أستي افني ببشاي سيفنوتي من دكرا تورفيوتي بن شوي سوى بن نوتا بن سوتي ريسو اوز بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا لي أشفقت علينا وعدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة قبولك يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار مقدسة مباركة لمغفرات خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام إن مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن مواضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب وعلى كل قوات العدو ولا أدخلنا التجربة لكن أجل مش بنا وفقنا البشر أيها السيد الرب يسوع المسيح الشريك Ah
عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، أبي الكاهن الشمامسة والإكليرس وبقية الشعب كله وضعفي، فليكونوا محللين مباركين. فم الثالوث الأقدس الآب والابن الروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثنى عشر رسولا، من فم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد، البطريرك القديس ساويريس معلمنا ديوسقوروس، القديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذهبي الفم، القديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس أورغوريوس، من أفواه الثلاث مئة وثمانية عشر الذين اجتمعوا بنقيا، من أفواه المئة وخمسين بقسطنطينية والمئتين بأفسس، من فم أبينا الطباوي المكرم رئيس الكهنة بطريركنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، من فم أبونا ستيفن، من فم حقارة ديانا الخاطي، لأن مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ظهر الدور كلها آمين. Oh,
البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته المقدسة تكون علينا أمين. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا، ونحن أيضا عبيد لكم من قبل يسوع، لأن الله الذي قال أنه يشرق نور من ظلمة هو الذي أضاء في قلوبنا نور معرفة مجد الله بوجه يسوع المسيح. ولنا هذا الكنز في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا، محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطرودين لكن غير ساقطين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في أجسادنا كل حين إماتة يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا، لأننا نحن الأحياء نسلم في كل حين للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا الذي سيموت. فالموت إذن يعمل فينا، ولكن الحياة فيكم، وفينا هذا الروح الذي للإيمان حسب المكتوب: آمنت لذلك تكلمت. نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم، عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويوقفنا معكم، لأن جميع الأشياء كانت من أجلكم لكي تكثر النعمة ويزداد الشكر من الكثيرين لمجد الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا أبائي وإخوتي، آمين. The Catholic Epistle of our Father Saint James. May his blessings be with us all. Amen. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. But if you have bitter envy and self-seeking in your heart, do not boast and lie against the truth. This wisdom does not descend from above, but is earthly, sensual, and demonic. For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. Where do wars and fights come from among you? Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. Adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously, but he gives more grace? Therefore he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Do not love the world nor anything of it, for the world and its lustful desires will pass away. Those who perform the will of God abide forever. Yeah.
الإبراكسيس فصل من عمل أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم مقدسة فلتكن معنا ومعكم يا أبي أخوتي أمين. ولما اجتاز في بيسيدية أتيا إلى بمفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى أنطاليا ومن هناك أقلع إلى أنطاكيا حيث كان قد أسلم بنعمة الله إلى العمل الذي أكمله. ولما قدم وجمع الكنيسة أخبر بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، ومكث هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. وانحدر قوم من اليهودية وكانوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا مشاحنة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وناس آخرون منهم إلى الرسل والأحبار الذين بأورشليم لينظروا في هذه المنازعة. فهؤلاء بعد ما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يعملون سرورا عظيما لجميع الإخوة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. Today is the 11th day of the blessed month of Baba. May God begin it in goodness and renew it for us in peace and recall to all our sin iniquities are forgiven through the tender mercy of our Lord, my Father, and my brethren. Amen. On this day, the Holy Father, Abba James, Patriarch of Antioch, departed. Great tribulations befall this Father. He was exiled for defending the Orthodox faith. After he remained in exile for a period of time, the people of the city gathered and brought him back. Then the Arians exiled him again, and he stayed in exile for 7 more years, and then departed in peace. The blessing of his prayer with us all. Amen. On this day also of the year 176 of the martyrs, 460 AD, Saint Pelagia the penitent departed. This righteous woman was born in the city of Antioch to pagan parents. Beside a corrupt faith, she had a corrupt manner of life also. When she met a holy bishop whose name was Nonius of Edessa, who preached and instructed her, she believed in the Lord Christ through him and confessed to him everything that she had done. He encouraged her not to despair but to repent with a true determination. He baptized her and then received the holy mysteries. The grace illuminated her heart, and she led a penitent life with firm heart and pure determination. She exhausted herself, her body, with strenuous worship and asceticism. Then she dressed herself in the garb of men and went to Jerusalem, where she met Saint Alexandros, Patriarch of Jerusalem. She narrated to him her story. He sent her to one of the monasteries nearby Jerusalem. She dwelt there for 40 years, worshiping with many prayers and fasts. She was known as the monk Pelagius. Then she lived a solitary life in a cave on Mount of Olives for 3 years and then departed in peace. No one discovered that she was a woman until she was revealed after her death, and they buried her with great veneration. The blessing of her prayers with us all, and glory be to our God forever and ever. Amen. Oh,
φλόγισον. Επί προσευχής τασίτε. Έρενε βάση. Master Lord Jesus Christ, our God, who said to Saint Cyprian and Holy Apostle, many prophets have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But blessed your eyes for they see and your ears for they hear. May we be worthy to hear and to act according to the Holy Gospel through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord, have mercy. Oskur aydan yesayedna. كل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب لنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا Σιτέ με τα βόβο Θεό, κοσομέν τ' Άγιο Εφαγγέ, Έλιο. Εσμάρα ούτην τζεύει, εσνή ο χανευράν, εψιός εν τένι γου, Κύριε, ευλόγωσιν εκ του κα, τα λούκεν αγέιο Ευαγγέλιο, του Ανάνου εσμάρ. خفوا بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين بن شويس وبن نوتو بن سوتير بن أوروتيرين Isos beresos ipshirem evnoti et onchebia unafshayne beofa benoti be. من مزامير أبينا داود النبي بركته على جميعنا أمين هللوا لله يا كل الأرض ورتلوا لإسمه وإعطوا مجدا لتسبيحه فلتسجدوا لك الأرض كلها هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد إلى الأبد
وحدث لما اجتمعت إليه الجموع ليسمعوا كلام الله، كان هو واقفا عند بحيرة جنيسارات، فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا شباكهم، فصعد إلى أحدى السفينتين التي كانت لسمعان وقال له أن يبعدها قليلا عن الشاطئ، وجلس يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: تقدم إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. أجاب سمعان وقال: أيها المعلم، قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا، ولكن بكلمتك نطرح الشباك. ولما فعلوا ذلك جمعوا سمكا كثيرا. وكادت شباكهم تتخرق فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا السفينتين حتى كادتا تغرقان. ولما رأى سمعان بطرس خر عند قدمي يسوع قائلا: امضي عني يا ربي فإني رجل خاطئ. إذ اعتراه خوف هو وكل من معه على صيد السمك الذي اصطادوه، وكذلك أيضا يعقوب ويوحنا أبناء زبدي اللذان كانا شريكي سمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، فإنك من الآن تكون صيادا تصطاد الناس. ولما جذبوا السفينتين إلى الشاطئ تركوا كل شيء وتبعوه. Stand up in the fear of God and listen to the Holy Gospel, a reading from the Gospel according to our teacher, St. Luke the Evangelist. May his holy blessings be with us all. Amen. From the Psalms of our teacher, David the prophet and king, may his holy blessings be with us all. Amen. Make a joyful shout to God, all the earth sing out the honor of his name, make his praise glorious, all the earth shall worship you, alleluia. Blessed is he who comes in the name of the Lord, our Lord God, Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom is glory forever. Amen. So was the multitude pressed about him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking.
So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For yet he and all who were with him were astonished at the catch of the fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid, from now on you will catch men. So when they had brought their boats to land, they forsook all and followed him. Glory be to باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعماته وبركته من الآن إلى الأبد أمين. إنجيل النهاردة بيتكلم عن معجزة صيد السمك اللي ربنا يسوع المسيح عملها مع تلاميذه أو مع معلمنا القديس بطرس الرسول في الأساس. والحقيقة قبل ما نتأمل في آية كده في الإنجيل دوت، لكن الإنجيل ده بيورينا شوية نقط. أول حاجة قد إيه المسيح حلو وبيخلي باله على ولاده. يعني المسيح يقعد طول الليل، يقعد آسف طول النهار يوعظ في الناس، بس واخد باله قوي إن ولاده اللي قاعدين طول النهار قدامه دول جاعوا محتاجين يأكلوا، فيقول لهم، يقول للتلاميذ لازم تأكلوهم لألا يخوروا. نفس القصة برضو هنا، المسيح يخش السفينة علشان يقعد يوعظ الناس ويكلمهم، لكن في نفس الوقت هو واخد باله كويس قوي ان الصيادين اللي في السفينة دول متضايقين. ليه متضايقين؟ عشان تعبوا الليل كله ومفيش سمكة واحدة اصطادوها. فيخلص العمل الروحي وفي نفس الوقت يبتدي يغطي احتياجات أولاده الجسدية ويبتدي يدي حلول. خش وارمي الشبكة وهتلاقي فيه صيد كتير قوي بيطلع لك. مهم قوي ان احنا نبقى بنغطي كل الاحتياجات. كتير مننا يهتم باحتياجات ولاده المادية وينسى احتياجاتهم النفسية، وكتير مننا يهتم بتربية أولاده لكن ما يغطيش احتياجاتهم المادية. المسيح النهاردة بيعلمنا ازاي ان انا اكون انسان متكامل في كل عمل بعمله. النقطة التانية في الانجيل دوت انه كل ما تقرب للمسيح ويخش حياتك كل ما تشعر بعدم استحقاقك. يعني نسمع ناس كتير قوي تقولك انا ليا وعد، انا ليا استحقاق، حقي عند المسيح يعمل لي كذا. لا، النهارده القديس بطرس المسيح يخش سفينته ويقرب منه قوي ويشوف عمله معاه يقول له رب ده انا ما استاهلش، اطلع من السفينه دي، انا ما استاهلش حاجه من النعم ومن البركات ومن الخير الكتير اللي انت بتدهوني. كل ما تقرب للمسيح كل ما تزداد اتضاع، وكل ما تقرب من المسيح كل ما تشعر بنعمته وفي نفس الوقت تشعر ان انت ما تستاهلهاش. دي بركة منه، انا ما استاهلش. ايه اللي انا استاهله؟ انا استاهل السما ليه؟ عملت ايه عشان السما؟ استاهل ستره ونعمته وبركته في حياتي دي ليه؟ عملت ايه عشانها؟ اخرج يا رب من سفينتي، انا رجل خاطئ. النقطة التالتة انه كل ما تحس بعمل ربنا في حياتك وكل ما المسيح يقرب منك وتقرب منه، كل ما توصل لشعور كده أنا مش عايز حاجة من الدنيا دي كلها، هنترك كل شيء ونتبعك. الواحد يمسك في الدنيا ويمسك في الماديات
وهو بعيد عن ربنا، لكن كل ما يقرب من ربنا ويشوف عمله المفرح ويشوف تأثيره ويشوف إيديه، كل ما يشهر أو كل ما العالم ده يصغر في عينيه. قديس أغسطينوس يقول كلمة جميلة قوي، يقول جلست على قمة العالم لما حسيت ان انا مش عايز حاجة ومش عايز ولا اريد شيء. ليه؟ اصل أغسطينوس دوت كان زاني، عاش حياة الزنا، وكان عنده ابن غير شرعي، ولما افتقدته نعمة ربنا آمن بالمسيح وانضم للكنيسة، وفي خلال سنتين اتنين بقى أسقف. لما شاف نعمة ربنا الكبيرة في حياته ساب كل حاجة. بولس الرسول يقول كده، يقول تركنا كل الأشياء ونحن نحسب أن كلها نفاية، وفي الإنجليش يقول لك كده ربش. كل حاجة، كل حاجة بولس عندك كانت ربش. إيه اللي كان عندك ربش؟ العلم، المعرفة، الفلسفة، المركز الكبير، كل دوت قدام محبة المسيح وعمله في حياتي، كل ده ربش نفاية. القديس بطرس الرسول يقول للمسيح النهاردة، يقول له يا معلم تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وأنا عايز أتكلم معاكم النهاردة في نقطتين. النقطة الأولانية تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء، والنقطة الثانية على كلمتك ألقي الشبكة. فرق كبير جدا بين إنسان يعيش حياته بنعمة ربنا وإنسان تاني يعيش حياته من غير ما يكون ربنا موجود فيها. الأولاني أقل حاجة يعملها تثمر ثمر كبير خالص ويبقى فيه صيد وفير جدا، التاني يتعب تعب شديد خالص خالص وفي الآخر يلاقي النتيجة إيه؟ ولا حاجة. المسيح يقول لليهود كده، تجوبون البر والبحر لتصنعوا لكم دخيلا واحدا. كل المعلمين وكل الكتبة وكل الفريسيين وكل الناس اللي بتعرف تتكلم وتبشر تسافر وتروح وتيجي وتتكلم عشان يجيب واحد. طب وانت يا بطرس يا جاهل يا صياد يا عديم العلم والمعرفة بنعمة ربنا تعمل ايه؟ يقف يقول كلمة كده، 3000 واحد يأمنوا بالمسيح. شوفوا كلمة ربنا بنعمته أو عمل الله أو العمل وهو متغمس بنعمة ربنا يبقى قد إيه الثمر بتاعه كبير. اليهود يتعبوا سنين طويلة جدا عشان يبنوا هيكل حجارة، وما كانش في عظمة الهيكل الأولاني، كان أقل منه بكتير، بس العمل دوت صحيح تعبوا فيه وقضوا فيه سنين طويلة، بس ما كانش فيه نعمة ربنا، ما كانش المسيح جوه الهيكل. فيوصلوا لإيه؟ إيه النتيجة اللي وصلوا لها؟ الهيكل اتهد كله. المسيح يقول لهم كده، لا يترك هنا حجر على حجر، الهيكل كله يقع. طب والتعب يا رب والبنى والعظمة اللي عملناها دي كلها؟ ولا حاجة، ولا توصلك لحاجة. طب وانت يا رب بنعمتك؟ يقول لك كده ان كان عدد المؤمنين يتزايد ويتكاثر، وكم واحد كده يتعدوا على صوابع الايدين. يقول لك فتنوا المسكونة كلها. فتنوهم بايه؟ غيروا المسكونة كلها. غيروهم بايه؟ بنعمة ربنا. شوفوا قد ايه الواحد لما تبقى معاه نعمة ربنا يثمر ويشبع ويشبع، واللي يعيش حياته بدون نعمة ربنا يتعب الليل كله ولا يصطاد شيء. نعمة ربنا تخلي شوية زيت صغيرين وشوية دقيق صغيرين يشبعوا 3 انفار مدة طويلة جدا. لما إيليا راح للأرملة بتاعت صرفة صيدا يقول لها عندك إيه؟ تقول له شوية زيت وشوية دقيق، هعمل كحكة أكلها أنا وابني ونموت. لا، ده أنت تعمليها وتموتي، لكن شوفي بركة ربنا تعمل إيه؟ كوز الزيت ما يخلصش وكوار الدقيق ما
يخلصش، يفضل شغال ونفضل ناكل منه أيام وشهور لحد ما ربنا يفتقد العالم كله بنعمته. راجع نفسك في حياتك انت عايش فيها بنعمة ربنا وإيد المسيح قبل إيديك، ولا انت عايش فيها بقوتك وبدماغك وبزراعك. ربنا زمان يقول لجدعون، يقول له خلص الشعب. حاضر يا رب نخلصهم. معاك كم واحد يا جدعون؟ 32,000. لا كتير قوي. لألا يقول إسرائيل أن زراعي خلصتني، لحسن ما تشوفش نعمة ربنا في حياتك وما تشعرش بإيديه في حياتك وتشكره على النعمة ديت. طب امال نعمل يا رب؟ اللي خايف يرجع، واللي بيشرب بإيديه يرجع، واللي يتضع قدامي هو بس اللي يفضل معايا. كم واحد؟ 300. هتخلص يا رب الشعب كله ب300 بني آدم قدام جيش بالألفات؟ ال300 بني آدم دول بنعمة ربنا يعملوا كتير قوي، لكن من غير نعمة ربنا تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. النقطة الثانية، بطرس يكمل ويقول له ولكن يا رب على كلمتك ألقي الشبكة. وقبل ما اتكلم في كلمة ربنا هنا، جميل قوي الإنسان اللي زي معلمنا القديس بطرس ده، وهو في عز التعب وفي عز اليأس ويجاهد طول الليل وما فيش حاجة في إيديه، لكن لم يفقد إيمانه بكلمة ربنا. إحنا كتير قوي في حياتنا مع ربنا ما بنعرفش نكمل عشان خلاص ما بقيناش متأكدين، مش واثقين. هو ربنا ده موجود بجد؟ هو ربنا ده بجد بيحبنا؟ هو ربنا ده بجد إله حنين زي ما بيحكوا لنا وبيقولوا لنا؟ امال ايه اللي بيحصل حوالينا دوت؟ لا 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 لا، الواحد خلاص ما بقاش قادر يثق في اي حد حتى ربنا. لكن القديس بطرس النهارده يقول له رب شوف احنا تعبنا طول الليل، بس انا مازال عندي ايمان وثقه في كلمتك، على كلمتك القي الشبكه. كلمة ربنا دي يقول عنها الكتاب في سفر العبرانيين في رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين، يقول عنها ايه؟ كلمة الله حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين، تخترق إلى خارقة إلى مفرق النفس والروح والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. قد كده رب كلمتك دي قوية؟ طبعا. ده يقول لك بكلمته خلق العالم كله، خلق العالمين. ده كلمة ربنا ديت تخوف الخاطي. انتوا فاكرين كلمة ربنا دي بسيطة؟ دي تخوف. ده بولس الرسول اللي فيكوا بعد الشر عليكوا كده يكون دخل محكمة وهو واقف، مهما كان منصبه ومهما كان وضعه وهو واقف في المحكمة كده قدام القاضي، يعني بتبقى ليها رهبة. والقاضي ده من غير ما يتكلم بس منظره هو قاعد على المنصة فوق كده له رهبة. وبولس الرسول يخش كسجين أو كواحد رفع دعوة قدام الوالي، ويمكن ما يطلعش من المحاكمة دي، يمكن يتسجن. وبعدين الوالي بكل العظمة بتاعته وهو قاعد على كرسي القضاء كده وبيسمع، مين أنت؟ بتقول إيه؟ عاوز إيه؟ فيبتدي يقولك كده، فابتدأ بولس يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون. أنت بتتكلم بإيه يا بولس؟ أنا بتكلم بكلمة ربنا، كلمة ربنا اللي بتقول للخاطي توب، وكلمة ربنا اللي بتقول للإنسان اللي مش ماشي مظبوط امشي كويس، وكلمة ربنا اللي بتقول للي مش عاتل أو مش واخد باله من المستقبل ده في دينونة وكل واحد هيعطي حسابه وكالته. وبعدين يقول لك بعد ما اتكلم الكلمتين دول يقول لك ايه؟ بولس خاف؟ بولس اترعب؟ بولس كان قلقان؟ لا، ده اللي حصل العكس. ده الوالي العظيم الكبير اللي قاعد على كرسي القضاء يقول لك كده، فارتعب في لكس الوالي. هو مين اللي بيخوف مين؟ السجين بيخوف القاضي؟ لا، كلمة ربنا هي اللي تخوف، كلمة ربنا هي اللي تخوف الخاطي، كلمة ربنا هي اللي تدي رجاء للإنسان اللي عاوز يتوب. الخاطية تخش للمسيح كده وقلبها كله توبة ومشاعر حلوة وعايزة ترجع لربنا،
يا ترى هيقبلني؟ يا ترى هيسمعني؟ يا ترى هيخليني أقرب منه والمسه؟ ده أنا خاطية، ده أنا ما حدش عاوز يتكلم معايا ولا يقبلني في بيته. أجرب أروح أشوف. وبعدين المسيح يقول لها إيه؟ يقول لها مغفورة لك خطاياك، إيمانك خلصك، اذهبي بسلام. شوفوا كلمة ربنا قد إيه تعطي فرح وتعطي عزاء وتعطي رجاء. تخيلوا دلوقتي كده كل واحد فينا كده يغمض عينيه وتخيلوا كده المسيح في وسطنا الآن بمجده ومجد أبيه. تخيلوا صحيح معايا كده المسيح دخل دلوقتي في الوسط وبص لكل واحد فينا وبيقول له مغفورة لي خطاياك، عاوز إيه تاني؟ عاوز إيه تاني عشان يفرحك؟ عاوز إيه تاني عشان يخليك يديك قوة؟ عاوز إيه تاني علشان تبقى كده طاير طاير؟ مش بس فرحان، ده أنت تفرح وتوزع فرحك على اللي حواليك. ما المسيح راح قعد مرة مع السامرية قال لها كلمتين حلوين فرحوها وحسسوها ان هي لسه بني آدمة ومقبولة ومحبوبة، ما استحملتش الفرحة لوحدها، مشيت وراحت جري تبشر بالمسيح وتقول تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. قد كده رب كلمتك دي قوية؟ قد كده كلمتك دي بتأثر؟ كلمة ربنا بتقوم أموات. المسيح يقف قدام قبر العازر ويقول له العازر هلم خارجا، بس ما تفتكروش ان العازر ده كان من 2000 سنة، ده العازر ده مازال موجود لحد النهاردة في كل وقت وفي كل لحظة. كلمة ربنا بتنخس قلب كل إنسان ميت بالخطية ويراجع نفسه ويقوم ويقدم توبة ويرجع لحضن المسيح ويقول له رب أنا عاوز أعيش، عاوز أتخلق خليقة جديدة وأتولد ولادة جديدة. لكن اللي يسمع كلمة ربنا ويستهين بكلمة ربنا وما يخافش من كلمة ربنا، كتاب يقول لك كده لا تستهين بطول أنات الله. الكتاب يقول لك إن سمعتم صوته، لو سمعت كلمته ما تقسيش قلبك، ما تفضلش بكبريائك وما تفضلش بتدافع عن نفسك وما تفضلش بتهاجم غيرك وما تفضلش شايف نفسك كويس وغيرك وحش وما تفضلش شايف نفسك أحسن. كلمة ربنا تفرح، كلمة ربنا تغير، كلمة ربنا تحيي، كلمة ربنا تجيب ثمر كتير قوي. على كلمتك ألقي الشبكة. احنا كلنا النهاردة متجمعين في الكنيسة على أساس ايه؟ على كلمة من المسيح وعد بيها. وعدت بإيه يا رب؟ وعدت انه اجتمع 2 أو 3 باسمي هكون في وسطهم. وعدت بإيه تاني يا رب؟ وعدت ان الخبز والخمر اللي على المذبح دوت لما ابونا يصلي ويطلب الروح القدس يحل عليه هيحل ويتحول لجسد ودم حقيقي. تيجي تسأل اي واحد فينا جاي الكنيسة تعمل ايه النهاردة؟ جاي تزور اصحابك؟ جاي تشوفهم؟ جاي تاكل سندويتش؟ جاي تقضي وقت حلو؟ جاي تلعب؟ جاي تخرج؟ جاي تتفسح؟ لا، ده احنا جايين نتناول جسد المسيح ودمه. ايه جسد المسيح ودمه؟ مين قال لك كلام ده؟ ذكرى؟ ده منظر؟ ده شكل؟ لا، المسيح وعد وقال من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، يثبت فيا وأنا فيه. إحنا النهاردة كلنا والكنيسة بقالها 2000 سنة وإلى آخر الدهور بتتجمع على هذا الوعد وهذه الكلمة من المسيح إن دوت جسده الحقيقي ودمه الحقيقي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ان احنا نتمتع بوعوده ونتمتع بكلمته ونصدقها وتغير فينا وتدي ثمار تفرحنا وتفرح قلب المسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة ذو الأزل الأبد، آمين. Maria Sma Ben Ben Sotir Tifken in Novino
Sophia se bros khomen kriel ayson kriel ayson khin omes mi amin bil haqiqati nome bilen wahid allah la tabt al kul khaliq al samaa wal ard ma yara ma la yara nome bil rabbin wahid yesua al masih ibn allah al wahid al mawlud bil ab qabla kull al dur nome nur ila haq ila haq mawlud ghayr makhluq misawa la fi kawr الذي كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن ماء من العذراء وتأنس وصلب عنا العهد براس البنطي تألم وقبل وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وغدا يأتي في مجدي ليأتينا الحياة والأموات الذي ليس يمكنه إلا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن باسم الاب ناس قدام منجده مع الاب والاب الناطق الانبياء ابي كنيسه واحد مقدسه جامع الصليب ونعترف معموديه واحد مقدسه طاهره وننتظر أختي تسامحوني صاروا معكم من علاف سين فورجيب مين بري فور مي شلي لفلوغي سون بي بروسف كيس داسي تي إيريني باسي توبني وماتي Exalt the power of speech and all thoughts of the mind is the richness of your gifts, O our Master. For that which you have hidden from the wise and knowledgeable, you have revealed to us, little children, and those things which prophets and kings have desired to see and have not. You have granted them to us who are sinners, that we may serve you, we may serve them. And be purified thereby. When you establish for us the economy of your only begotten Son and the mystery of this sacrifice, which has neither the blood of law nor the righteousness of the flesh round about it, rather the sheep is ritual and the knife is verbal and intangible. This then is the sacrifice that we offer unto O you, we ask and treat your goodness, Lord of mankind, cleanse our lips and free our minds from all carnal pollution, and send to us the grace of your Holy Spirit, and make us worthy to greet one another with a holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal and heavenly gift. In Christ Jesus our Lord. Great.
baptized with the Holy Ghost, purified your hearts from every evil thing. Be prepared for the gifts of God, that you may be given this mystery. Through the intercessions of the Theotokos saints, O Lord, grant us the forgiveness of our sins. We worship you, O Christ, with your good Father and the Holy Spirit, for you have risen and saved us. A mercy of peace, a sacrifice of praise. The Lord be with you all. And with your spirit. Lift up your hearts. We have them with the Lord. Let us give thanks to the Lord. It is me. Meet and right, truly indeed it's meet and right, O you who are Master, Lord, God of truth, being before the ages and reign forever, who dwells in the highest and looks upon the lowly, has created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, by whom you have created all things seen and unseen, who sits upon the throne of his glory and who is worshipped by all the holy powers. You who are seated stand. Before whom stand the angel, the archangel, the principal, the authorities, the throne, the dominions, and the look towards the east. In Tohar, Viet, Weratum, Bikot, in Jenny, Sherovim, Spam, Var, Nemni, Seraphim, Nabiso, and Ten. Erhem, Noschen, Omon, Evil, and Atkar, O Evgo, Emos. قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خلفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص. أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق واسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مباعين من جهة خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. أفتم في فول خني اسم أوت خن بيهو ما أشوم أف شنابي بشويني في أوي أو همسي ساتك أوي نامي إفيوت. هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد فواحد كنحو أعماله. السر العظيم الذي للتقوى، لأنه في مواريسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. فاز خبزا على يدي الطارتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين. ومن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظر إلى فنحو السماء لك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا. باركهم آمين وقدسهم آمين. نؤمن ونعترف ونمجد السماه وأعطى لتلاميذ القديسين ورسل أطهار قادا خذوا كل منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين أن يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. Likewise also the cup after supper he mixed with wine and water, and when he had given thanks Amen. He blessed it Amen.
sanctified it. Give it also his own sanctity, this Hebron and your apostle, saying, take, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. So commemorate his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heavens, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from the heavens, also and full of glory. We offer unto your gift of Brahma what's yours for everything, concerning everything, and in everything. Worship God in fear and trembling. We praise you, we bless you, we serve you, we worship you. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. وهذا الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. أيضا آمين. ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. آمين يا رب. أنا مستحقين كلنا سيدنا تنام قسادك تنادى لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. من أجل سلام الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية
لكنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي للمسيح فظهر به السلام وكل الأسقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أسكن رب بطيركنا الآب المكرم رئيس الأسقف البابا الأنبا تودروس الثاني وأخويه الروحيين ماري إغناط يوسف رام الثاني بطيرك أنطاكي أبونا متياس الأول بطيرك إثيوبيا. من أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك رئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخويه الروحيين ماري أغناط يوسف رام الثاني بطريرك أنطاكيا وأبونا متياس الأول بطريرك أثيوبيا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. يا رب زوس هو رايت الهاند الزوار دفترس وسيم جرانت زيم انت يور هولي تشيرت وشبر فلوك ان بيس ريمبر او لور زاور سوزوكس هي جومينز بريستس اند ديكونز. Pray for the Higgins priests, deacons, subdeacons, the seven orders of the church of God. Lord have mercy. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهرة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا معين. Remember, O Lord, the salvation of this your holy place and every monastery of our Orthodox fathers. Pray for the salvation of the world and of the city of ours. And all the cities, countries, islands, and monasteries. Lord, have mercy. وساكنين فيها بإيماننا. Gracious Lord, to bless the air of heaven, the fruits of the earth, the waters of the river, the seeds, the herbs, and the plants of the field, this year. Pray for the air of the heaven, the fruits of the earth, the rising of the waters of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, that Christ our God may bless him, have compassion on his creation which his hands have made, and forgive us our sins. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. سيتك مقدارك نعمتك فرحك الأرض اللي روح عرسها وتكسر أسمرها دل الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك. Bless the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of all of us who entreat you and seek your holy name. لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا نستكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمامسة أول الشهداء، وناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد، زبات يركسن سفيرس عواتي تشاردس كورسن تاسناسيوس زابوستوليك سان بيتر زاوني مارتان هاي بريسنجر كورسوستم سان ساودوس سان ساوفينوس سان ديمتريوس سان سيرو سان بازل سان غريغوري ذا ثيولوجيان سان غريغوري ذا وندر وركر سان غريغوري ذا أرمينيان والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنتونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يانوس القمس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح Our father, Ava Boluftamuan, Ezekiel, his dear son, my Lord, the Roman father, Saint Maximus and Omadius, the 49 martyrs, the elders of Shea, the strong son of Amosis, John Cameron, the priest. Our father, Ava Darius, the Hugumin, our father, Ava Isidor, the priest, our father, Ava Bachum of Zikononi, and Theodore, his disciple. Our father, Abba Shnuz Arshimanit, right, and Abba Wisa, his disciple. Eben Abba Nufir, Eben Abba Karas, Eben Abba Samuel, Al-Mu'atarif, Wal-Abba Ibrahim, Uskub Fayyum, Wal-Giza, Wal-Baba Kirlis, Al-Sadis, Wal-Arshid, Yakun Habib Girgiz, أبونا القمز بشوي كامل أبونا الراهب يوسف الأنتوني وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبانا البطاركة القديسين الذين رقدوا والرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا Amen.
هؤلاء وكل أحد يا رب، الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نيح نفس عبدك المرحوم الشماس ميشيل القمص يوحنا باستا والمرحوم ميشيل جميل، أيضا نفوس عبيدك المرحوم فرج عياد سمير أديب ماهر أديب، مرحوم دميان موسى جودة ثروت جو جورج اسكندر مونيس نصر الله هيام عبدو إبراهيم سمير صادق فايزة فرج فريال صادق جرجس صادق رمزي بشاي فوزي سوريال سمير سعد أشرف صادق ملاك جرجس عفيفة مسيحة سعد صليب منيرة سمعان صادق حنا يوحنا مايكل وجدي صابر صابر نخلة ماتيلدا رزق كاميليا صابر جيني نخلة نخلة وهيب نخلة كريستين كامل مكرم هنري وحيدة مرقص شاكر صامويل يوحنا الخمس ميخائيل عزيزة وهبة مريم عبد الملك تهاني حكيم سليم مرقص. تفضل يا ربنا نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر عالم الراحة في فردوس النعيم موضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك يا رب الله ارحم ليسون دوس او لورد هوسورز افتكر يبوز من paradise of joy in the region of the living forever, in the heavenly Jerusalem, in that place. And we too who are sin, Jesus, please keep us in your face and grant us your peace unto the end. As it was and shall be from generation to generation and unto all the ages of the ages. ملكوتك كي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولي Let us give thanks to God, the Pentecostal, the Father of our Lord, God and Savior, Jesus Christ. For he also has made us worthy now to stand in his holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy of the communion and partaking of his divine an immortal mystery. Amen. The Holy Body. We worship your holy body. والدم
ملك ريم ولدمك الكريم المسيح الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين صلوا يا رب ارحم سيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه بالمجد حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل قلبهم الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا حياة كل أحد يا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام أهل بوفزوس وفليتو هم زهو بوفزوس وكراي أوتو هم before whom stand thousands of thousands and 10,000 times 10,000 holy angels and archangels, the cherubim and the seraphim, and all the innumerable host of the heavenly power. اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر فليبعد عنا Purify our souls, our bodies, our spirits, our hearts, our eyes, our understanding and our thoughts and our consciousness. كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت. نجرو بدالة بغير خوفنا أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بكريستوس
تسقيف لاسيمون توكيريو إكلنا آتي Roschomen theometavovo Amen. Irene basi. اللهم حاللنا وحال كل شعبك انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء مضاد امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين اذكر بسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أبينا البابا البطيرك الأنبطة ودرس تاني اذكر رب الخدمة والقدام باركنا بكل بركة سمين اذكر رب أولادك طلبة الفي سي اي كن معبتك ماريا وعبدك جستافرس كل الذين ربا في البي سي كل ما أولادك النبي اسكوا يا رب أولادك المرضى قدم لهم الشفاء الذين طلبوا مساعدة فادمي وسيلفيا ومارينا وأيضاً عبدك منيلي أخل أنت رب كل ما أحب لما فوزي وسجوني تونس ونردين ماري ديليا سيلفيا اسكوا يا رب أولادك عندك الشعب سامي موسى اكتب أسماءنا مع صف قدسي في ملكوت السماء بالمسيح يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب القدسات للقديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين آمين The holy precious body and the true blood of Jesus Christ the Son of our God أمين جسد ودمع منوئيل إلهنا هذا وبالحقيقة أمين 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 واعترف للنفس الأخير هذا هو الجسد المحل الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيداتنا ملكتنا كلنا والتي لها القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي سلموا عنا على خشب الصليب المقدس بإرادة واحدة عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين given for us for salvation remission of sins and eternal life to those who partake of him يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا
وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا بالحقيقة. أمين 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 أمين. أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم. اسمي
اسمو وروف خنان كم فالون انت او اشلي لويني فيني فن مارو اسمو تيرو افران امب شويس تنوتي سبح الله في جميع وليتبارك في كل
العالمين ارحم عبيدك القاتلين يا أبانا الذي في السماء ليأتي ملكوتك يا ربي وروحك القدوس يملك قلبي هذا رجائي وطلبي يا أبانا الذي في السماوات لتكن مشيئتك في كل حين نافذة ونحن لها خاضعين اجعلنا لأوامرك طائعين يا أبانا الذي في السماوات عن earth as it is in you are the Master and King, deliver your servants from peril. Father, who art in heaven, give us this day our daily bread. O you who is glorified, many are your countless mercies. Our Father who art in heaven, واغفر لنا ذنوبنا يا مولانا يا ربي بما رحمك لا تنسانا كرحمتك وليس كخطايانا يا أبا الذي في السماوات كما نغفر نحن للمذنبين إلينا والأعداء المسيئين علمنا أن نكون متسامحين يا أبا الذي في السماوات ولا تدخلنا في تجربة يا إلهنا وإن سمحت فلا تتخلى عنا على احتمال التجارب أعنا يا أبانا الذي في السماوات لكن نجينا من الشرير صاحب الأمر والتدبير أنت يا إلهي على الكل بصير يا أبانا الذي في السماوات بالمسيح يسوع ربنا قبلنا يا ربي بمعونتك اشملنا وبصوتك المفرح اسمعنا يا أبانا أن لك
لك الملك والقوة والمجد والعظمة والقدرة، بك نسير من قوة إلى قوة يا بني. إلى أبد الأبدين آمين، اجعلنا في إيمانك ثابتين، واسمعنا عندما نصرخ قائلين يا أبد. Angel of this sacrifice, flying up to heaven with these hymns, remember us in front of our Lord to forgive us our sins. يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد العلو بهذه التسبيحة أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا. المجد Oh, and
تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما سماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن وأجل المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر بالمسيح صاحبنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. We will have a picture today because today is the seventh year passed for the ordination, for the opening of the church of St. Macarius Church. بقى لنا سبع سنين النهارده على افتتاح كنيسه الانبا ماكاريوس، فاحنا بناخد صوره للذكرى في السنه السابعه، والسنه العاشره هيبقى في كتيب مخصوص كده للكنيسه، تاريخ الكنيسه، فبتبقى بركه كبيره. ناخد الصوره الاول وبعد كده في برزنتيشن عشان الكنيسه from the history بتاع الشيرش in a presentation about 15 minutes maximum، وبعد كده هنبقى نجو هوم بسلام. يعني ما حدش يستعجل شويه كده عشان نشوف تاريخ الكنيسه، ان احنا كنا فين الاول ورحنا فين وجينا منين. حاجات صغيره الاول، دلوقتي مقتطفات صغيره، لكن ان شاء الله هتتحط في كتيب بالصور وكل البراهين وكل الحاجات دي. ربنا يحفظ. هناخد الصوره الاول وبعد كده نبدا بالبرزنتيشن. مقدمة صغيرة كده عن تاريخ الكنيسة. يعني احنا we started from 2000 from 12 of December 2009 سنة 12 ديسمبر سنة 2009 في كنيسة اسمها Salvation Army. احنا خدنا سبع سنين قبل افتتاح الكنيسة، يعني 7 years before the opening of the church. يبقى 7 بلس 7 يبقى بقى لنا 14 سنة، يعني 7 كده متجولين والسبعة التانيين ربنا جاب لنا المكان اللي احنا حلو. كنا في السالفيشن ارمي سنة 2009، بعديها رحنا الكنيسة المعمدانية اتأجرناها كل يوم سبت، صلينا فيها لمدة شهرين، ورجعنا تاني للسالفيشن ارمي بثلاث أماكن،
وبعد كده خدنا سانت كلير اللي هي كاتوليك تشير اللي موجودة في إدجارز ستريت، دي خدناها حوالي 2 years. وبعد كده رحنا لكلمة اللي هي ليلور سينيور كلاب، دول الجماعة اللي هم كبار السن خدنا منهم المكان. وبعد كده رحنا ميموريال هول اللي موجودة في هاي ستريت. وبعد كده طبعا قعدنا رحنا الكنيسة الرسولية اللي هي موجودة في ويليام ستريت هنا في ليلور، وعملنا فيها. فدي كانت 7 أماكن رحنا زرناها. وطبعا كل ما بنصلي في الأماكن الشعب بيكتر شوية، والناس طبعا هناك يقولك لا ده احنا يوم السبت هنعم عندنا فرح، عندنا ما عرفش ايه، عندنا اجتماعات، لو سمحتم سيبونا المكان. فكنا نقعد شوية ونتنقل كده عاملين زي الايه المكان الحلو يعني. وفي الاخر طبعا جينا هنا، كان سنة 2011 جينا المكان هنا. طبعا كنا شغالين في الاماكن التانية، بنروح السبت بس، افري ساتردي كنا بنعمل ليترجي بس افري ساتردي. فجينا هنا سنة 2011 فبندور على مكان، فقالوا لنا في المكان ده 5 acres. طبعا ما تشوف ربنا ان احنا بعد 7 سنين ربنا بيفرجها علينا بمكان واسع جدا ومش موجود في اي كنيسة حاليا. فالمكان بتاعنا ده 5 acres خدناه ساعتها بكام تتفكروا؟ كان ب 1.5 million. بس احنا عملنا عليه تخفيض، خدناه 1.25 million يعني 250 يعني 1,250,000 يعني 1.2 يعني بتبقى دي المدلة اللي خدناها. ساعة ما دورنا على المكان ده لقينا في الأول كده كان مع واحدة سيدة مباركة موجودة معنا في الكنيسة حاليا. أول ما وقفنا عشان نختار المكان لقيت هدية صغيرة. الهدية الصغيرة دي تفتكروا عبارة عن إيه؟ عبارة عن 5 سنت. ال5 سنت كانت مصدية وبقى لها عمر طويل كانت موجودة في المكان. فأول ما شفت الهدية الصغيرة دي قالت لأبونا إيه دي حاجة كويسة جدا، قلت لها خلاص ارميها، دي تبقى الديبوزيت بتاع المكان ده فتحت أبو معاه. فعلا إحنا بدأنا نعمل محاولات وكده وخدنا هذا المكان، وبعد كده دفعنا السعر المناسب. أهي الست جات وصلت اللي هي صاحبة 5 سنت. برضو لما جينا نفتح الكنيسة كنا عاوزين ندفع ديبوزيت، فجت واحده بتقول لي ايه ابونا انا عاوزه ادفع دونيشن. قلت لها زي بعضه، خدي الدفتر اهو واكتب اللي انت عاوز تكتبيه. فراحت كتبت 50,000 دولار، 50,000 دولار. فانا بقول لها كده يو رايت مثلا 50 دولار؟ قالت لي نو يا ابونا. اي سيد يو رايت 500 دولار؟ قالت نو يا ابونا. 5,000؟ قالت لي نو ابونا اريد وات اي رايت 50,000 دولار دونيشن فور ذا تشير. فكانت بركه كبيره جدا جدا، واحده بتدفع 50,000 دولار علشان نعمله ديبوزيت للكنيسه. دي كانت بركه كبيره الحقيقه، وحاجات كتيره جدا لما نقعد نتكلم عليها في الوقت. الكلام ده كله هيتكتب ان شاء الله في الكتاب اللي هو جديد ده، وكل كل مكان حصل فيه ايه بالظبط هندرس فيه. دلوقتي هنشوف بعض عرض شوية كده about the presentation of the chair. طبعا هنا اثناء وضع حجر الاساس وي بون ذا فاونديشن ستون، كان في 15 مايو سنه 2015. Oh Lord, make us glad to pray thankfully
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Station stone, there is many things that go in here. We put the newspaper of today. I don't know why they chose the Herald Sun, but anyway. It's a newspaper. Also a cross, a Bible, Australian currency, notes and coins, stamps, a loose of a loss. لما يوضع حجر الاساس بنجيب بوكس كده طبعا، والبوكس ده فيه حوالي ثلاث حاجات او اربعه، بيبقى المكان بتاعه اللي هو الكنتري اللي هو اللوكال جورنال، اخترنا اللي هو السان هولي بايبل مقدس الصليب، شويه كوينز. ممكن الكوينز ده يبقى مثلا دولار، ممكن تكون $5 $10 $20 $50 $100، كل دول بيتحطوا في بوكس كده، وبيتحطوا في وسط اللي هو الاساس بتاع الكنيسه، في كل الكنائس كده، علشان مثلا لا قدر الله حصل اي مكان وحصل بيشوفوا الاساسيات وحاجات زي كده، فبيدوروا على البوكس ده زي البوكس الاسمر اللي بيلاقوه في الطيران. يفتح البوكس ده يشوف الجورنال ده مكتوب تاريخ ايه، يبقى دي كانت الكنيسه، دي كانت سنه كذا، الكوينز دي كانت بتتعامل بها الدوله في الوقت زي كده، وده الكتاب المقدس وده الصليب. عشان كده الامبسيونال بيقول ليه اختاروا جورنال هيرا لدسان، اهو واحد من ضمن الجرانين الموجوده بتاعه البلد يعني. الصورة دي اللي انت شايفينها، احنا بعد ما عملنا اللي هو الفاونديشن كده وحطينا اللي هو الروف، جت شوية ويندس كده صغيرة راحت موقعنا البتاع السقف بتاع الهدن، وقع السقف كله على المكان، وزي ما انت شايفينه كان كده الدنيا كلها بايظة. فطبعا نعمل ايه؟ طبعا اتصلنا بالانشورنس، الانشورنس ادانا مبلغ صلحناه وفات كمان، يعني كل ما بيعمل يعمل برضه للخير. المهم ان ابو مقار شغال انه ازاي انه هو بيسندها، واحنا يعني بيقول لنا خلي بالكم ما تقلقوش، احنا زعلنا جدا جدا ازاي بنعمل حاجه زي كده ونبص تلاقي الهواء والريح يروح موقعها، لكن ربنا ما بينسناش ابدا، فكانت فرصه جميله يعني حقيقة. بعد ما صلحنا light of the truth.
stomach.
بتوع الكشافة بليز. الأنبا استفانوس جه في 1 مارس سنة 19 عمل لنا اللي هي الكونسكريشن بتاعت البابتزم اللي دش المعمودية، وبعديه بأربع خمس أشهر جه نيافة الأنبا رفائيل دش لنا الكنيسة سنة برضه 2019 في 15 نوفمبر 19. اوكي، ثانك يو فيري ماتش فور ايفري وان. طبعا اكيد متعنا بالدواء، بس احنا ان شاء الله هنعمل حاجه احسن من كده، وهتبقى يعني فرصه جميله ان احنا نسمعها ونشوف اخبار الكنيسه اول باول. ربنا يحافظ عليكم. طبعا هنقطع تورته مع بعض بره شويه، هتبقى فرصه جميله ان احنا نقطع تورته مع بعض زي بعضه. ما انت هتاخدوها واحنا برضه هنسلمها منه. محبة الله الآب ونعمة وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. لقيت في مسبح مريمون الاسره، بابا كله اسمه مريمينه، ما كنتش اعرف.
العيد المئوي يا رب. Thank you.